تحت هذه الرمال في صحراء سيلان بمحافظة شبوة، زرعت ميليشيات الحوثي مئات الألقام قبل وصول الجيش إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها. ألقام متعددة الأنواع والأحجام زرعتها الميليشيا لمنع تقدم الجيش والمقاومة إلى مدينة بيحان، في وقت يؤكد مقاتلو الجيش على مواصلة معركة الحسم. لدينا فريق فني مختص في هذا المجال، دربناه وعلمناه على كيفية نزع وإخراج الألقام وما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني نجحت في تفكيك بعض من هذه العبوات، لكن من الصعوبة إزالة كل مخلفات الميليشيا بأدوات محدودة. الصحراء كلها ملغمة، ضروري كاسحة ألقام كي ندخل بيحان إن شاء الله بكل سهولة. يعني لم تعد الألقام خطرا على الجيش الوطني الذي يخوض معارك لتحرير بيحان، آخر معاقل الميليشيا في محافظة شبوة، ولكنها باتت الموت المؤجل الذي يهدد حياة كل سالك أو ساكن في هذه الصحراء. فهذه الأماكن كان يقضنها أناس من البدو الرحل، رحلوا عنها قبل أن تأتي الميليشيا لتفخيخها، وأصبحت عودة هؤلاء إلى هذه الأماكن محفوفة بالمخاطر. كانوا بدو يرحل هنا حالين هنا، وبعدين الحوثيين لغموا المنطقة كلها ورحلوا البدو، رحلوا من هنا خلوا المنطقة مشان الألقام. هكذا إذا استطاعت الميليشيا توزيع الموت وصناعة أدواته، وأصبحت بذلك عدو لكل ما له صلة بالحياة. إبراهيم حيدرة، لقناة بلقيس، شبوة.